يوجه لك تحيه على مجهودك الكبير زي ما بيوجه مجهود للجهاز واللعيبه. بطوله مهمه يا كابتن حمدي، وقعدت واوفيت واللاعبات فعلا وقعدت وقفت. حابب تقول ايه بعد المباراه وبعد الفوز المميز؟ الحمد لله احنا مش ناسيين لحظه خروجنا من البطوله السنه اللي فاتت، واللعيبه والجهاز قعدوا تعاقدوا مع بعض ان احنا مش هنستريح الموسم القادم غير لما نعوض جمهورنا ونادينا بالبطوله ديت، لان احنا كنا نستحقها فعلا. الحمد لله اللعيبه تعبت جدا السيزون دوت واشتغلت على نفسها. مجلس الإدارة دعمنا جدا قبل البطولة بإقامة معسكر خارج المرات قوية. الحمد لله كل الجهود الجهاز الفني واللاعبات كانت مهيئة إن احنا نحرز البطولة، بالإضافة طبعا لوجود جمهورنا العظيم ده بنهدي له البطولة بنقول له الحمد لله. الحمد لله لعيبة تحملت على نفسها. آية النهاردة بتلعب يا مصامة، بعض اللعيبة عندها بعض الإجهاد، لكن كل ده راح في سبيل إسعاد النادي الأهلي ودخول البطولة داخل النادي الأهلي. بينعكس عليك إزاي وبيمثلك إيه ده كابتن حمد؟ أكيد طبعا احنا بنلعب روح النادي الأهلي دي أساسي عندنا في الفرقة. ما فيش حد بيلعب لنفسه، كله بيضحي عشان خاطر الفريق. يعني احنا لما اتكلمنا مع اللعيبه قلنا لهم الفريق اهم حاجه عندنا، لا جهاز ولا مدير فني ولا لعيبه، الفريق هو نمره واحد. بعد ما ناخد كل البطولات نقدر نتكلم بعد كده. مجلس الاداره ودوره الكبير، تحب تقول لهم ايه من بدايه الكابتن محمود الخطيب لاصغر واحد في مجلس اداره النادي الاهلي على الدعم الكبير والبطوله اللي طلعت بشكل فعلا يعني يثبت ان النادي الاهلي قادر على تنظيم البطولات؟ منظومه الاهلي منظومه عالميه وكل الناس عارفه كده، سواء تنظيم او فرق رياضيه. الحمد لله النشاط الرياضي برضو كان له دور كبير معانا، كابتن رؤوف ومجلس الاداره برئاسه الكابتن خطيب وفروا لنا كل الدعم. الحمد لله كل الظروف كانت مهيئه لنا ان احنا نرجع البطوله الغاليه بتاعتنا اللي احنا احرزناها 3 سنوات في اخر 4 سنين. الحمد لله، الله يبارك فيك.